عدنا على نظام جديد على مود موضوع قلاء الوقود في الوقت الحاضر، بل وصلنا النتيجة بأنه السيارة نقدر نشغلها على وقود عادي وليس وقود محسن. الفكرة كالآتي من النظام كلي دي. الفكرة بأنه إحنا بس مجرد نصح قراءات مال السيارة، تصحيح قراءات السيارة بصورة صحيحة هي اللي تقدر تشتغل على بنزين عادي، إضافة إلى تعديلات القراءات وبرمجة العقل. إحنا ما جاي نحور أو نلغي في الشيء، إحنا جاي نصح قراءات فقط. طبعاً بالمناسبة البرمجة وتصحيح القراءات نكرهم على كل أنواع السيارات. جيت برمجة السيارة مالتي ودلت الإدامة كاملة للسيارة، قمت أحط بنزين عادي، يعني خير من الله السيارة الحمد لله والشكر، لا أدفانس، لا تعاني من أي مشكلة بالماكينة، سيارة طبيعية مرتاحة.